تحضير للجامعة من الجيل الرابع، بحيث اختيرت 23 مؤسسة جامعية، 15 جامعة و7 مدارس عليا، من أجل أن تبدأ في التحضير حتى تصبح جامعة من الجيل الرابع، جامعة مرتبطة، جامعة لها برامج دولية، جامعة يحتك فيها المهندس الذي يشتغل في مخابر الجامعة ومهندس المؤسسات الاقتصادية الأخرى، جامعة متفتحة على محيطها من المدينة وفي خدمة المدينة.